أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتصدي للأزمات القادمة ومع بعض دول المنطقة، وذلك في إطار من احترام سيادتها ووحدتها. جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس العاهل الأردني بقصر الاتحادية، حيث أقيمت لملك الأردن مراسم الاستقبال الرسمي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة أخيه جلالة الملك عبد الله إلى القاهرة، مشيدا سيادته بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، ومعربا سيادته عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري. كما ثمن سيادته الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية الموجودة في الأردن. حيث اصطحب سيادته ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت لجلالته مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وأضاف المتحدث أن ضيف مصر الكريم أعرب عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وكذلك مسيرة العلاقات على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، مؤكدا حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك. وعقب انتهاء الزيارة، حرص السيد الرئيس على توديع جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية مغادرا بسلامة الله من مطار القاهرة.